حلقة اليوم هتكلم عن أخبار الشوزات اللي نازلة في شهر أوغست. مرحبا أنا حمد طاهر ويا أهلا فيكم في قناتي. حلقة اليوم زي ما عودتكم هتكلم عن أخبار الشوزات اللي نازلة في شهر أوغست واحدة واحدة بالتفصيل، متى اليوم اللي نازلة فيه، كم سعرها، إيش رأي. حلقة اليوم ما هيكون فيها أخبار شوزات إيزي، أخبار شوزات إيزي سويتها في حلقة منفصلة لأنه أخبار شوزات إيزي للشهر الجاي دسمة، فقلت أسويها في حلقة منفصلة. حلقة اليوم هتكون لأخبار الشوزات للشركات الثانية. قبل ما نبدأ يا ريت تسوي لايك وتدعمني وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تجيك الفيديوهات الجديدة وتسوي شير قد ما تقدر للمقطع. جوردن 2 كريستال مينت هينزل في أمريكا يوم 1 أغسطس بسعر 175 دولار. الشوز ده إصدار نسائي، خلي بالك. نزلوا السعر لو تلاحظوا 175 دولار. في العادة شوزات الجوردن 2 كانت تتباع 200-220 دولار، شاف إنه ما عليها طلب، الآن سعره 175 دولار. أنا صراحة مو عاجبني الشوز ده، لو تبي تاخده وعاجبك خده على التخفيض. زوم فوميرو 5 لايت بون إن بلاك هينزل في أمريكا يوم 1 أغسطس بسعر 175 دولار. أطالع ترند الحين الفوميرو 5، اللون صراحة يعتبر جيد، أنا ما هكذب، اللون عاجبني والديزاين عاجبني، بس طبعا ما في زي الديزاين السيلفر اللي اول واحد نزل هذاك اللي عليه الكلام، هذه ترند وفينتج وطالع دحين موضه، انا بصراحه انصح بيها على التخفيض صراحه. سعره 175 دولار صراحه يعتبر سعر غالي. اديداس رايفلي لو 86 اوربت جراي هينزل في امريكا يوم 2 اغسطس بسعر 120 دولار، يعتبر سعره غالي، ما انصح بيها، جيده اللون جيد والديزاين جيد والشكل جيد، انصح بيها على التخفيض، اكيد هينزل عليها تخفيض، لا تاخذوا بالسعر ده. لبران زوم وولف جراي هينزل في امريكا يوم 2 اغسطس بسعر 120 دولار، نوثينج سبيشال، ما في شيء مميز في الشوز ده، دائما بتنزل شوزات لبران الزوم في الفتره الاخيره، جيد للناس اللي تحب تلعب باسكت بول، يعتبر خفيف عكس شوزات لبران البولك الكبيره دي، ما في شيء سبيشال في الشوز ده، اكيد هينزل على تخفيض وانصحك تاخذ الشوز ده بالتخفيض. تشاك تايلر 70 ادير ايرور هينزل في امريكا يوم 2 اغسطس بسعر 120 دولار الهاي اللي باللون الابيض والازرق، وبرضه هينزل منه اللون اللو باللون الازرق هينزل ب 110 دولار. الناس اللي تحب شوزات تشاك تايلر الغريبه، هذا شكله كده غريب فينتج كانه كده ديرتي، مره جيد صراحه، انا عجبني الهاي وعجبني اللو، عجبني اللو اكثر باللون الازرق 110 دولار، والهاي ب 120 دولار زي ما قلت لكم في امريكا يوم 2 اغسطس. جوردن 5 لو دونغ دان هينزل في امريكا يوم 3 اغسطس بسعر 190 دولار، وال 190 دولار على جوردن 5 لو باللون ده مره لا. فريل سامبا هيومن ريس هينزل في امريكا يوم 3 اغسطس بسعر 130 دولار، مره لا. فريل ويليامز صح انه فريل ويليامز وشوزاته جيده باللون الاسود هذا السامبا، والسامبا طالعه موضه الان، بس انا متاكد 100% انه الشوز ده هينزل عليه تخفيض، فمره ما انصحك تاخده باللون الاسود، اغلب الناس ما تحب شوزات السامبا باللون الاسود، تحب شوزات السامبا بالالوان الثانيه، هو اصلا حلاوته في الالوان الثانيه. بس بقول لكم حاجة كده جانبية، أصلا طالعين موضة دحين في شوزات السامبا وفي ستايلات الساكر، في ستايلات الفوتبول كرة القدم، تلبس كده جيرزي كورة وتلبس شوز السامبا كده وجينز والباقي جينز ولا شورت، فهذا هينزل زي ما قلت لكم في أمريكا يوم 3 أغسطس اللي هو الفريل ويليامز السامبا الهيومن ريس باللون الأسود بسعر 130 دولار، أنا أقول لك مرة لا، بس لو على التخفيض خذوه. دانك لو جيد آيس هينزل في أمريكا يوم 4 أغسطس بسعر 110 دولار، أنا بالنسبة لي مرة لا، بس بالنسبة للفيميلز للنساء يعتبر شوز جيد، هو أصلا إصدار نسائي، يعني حتى لو عجبك أنت تبي في المقاسات ترى الشوز ده إصدار نسائي، أنا صراحة مو عجبني اللون. Air Up Temple Ambush هينزل في أمريكا يوم 4 أغسطس بسعر 190 دولار، طبعا أنتوا عارفين شوزات Air Up Temple النايكي اللي تيجي هاي كده وبولكي. Ambush اللي هي شركة يابانية تكلمت عنها قبل كده كتير، سوت كولابريشن مع نايكي في Air Up Temple وخلته لو وغيرت الديزاين بالألوان هذه، غيرت الألوان، فصراحة يعتبر جديد وشيء جديد. أنا شوزات Air Up Tempo ما تعجبني يا جماعة، ما يعجبني شوز قد كده بولكي، هذه أمبوش سوت الكولابريشن يعتبر جيد، أنا والله لو نزل عليه تخفيض ولا لو شفته كده لقطة هاخده. طبعا الشوز ده هنزل معاه تيشيرت ساكر، فمنزلين معاه التيشيرت هذا ومنزلين معاه كرة قدم، أنا صراحة لاني مشتري Air Up Tempo ولا بدي أشتري التيشيرت، فزي ما قلت لكم هذا هنزل اليوم 4 أغسطس بسعر 190 دولار. Air Force One White and Multicolor هينزل في أمريكا 4 أغسطس بسعر 140 دولار، الناس اللي تحب شوزات Air Force من غير اللون الأبيض بألوان تاني، هذا باللون البيج كده على الأبيض باللون الأصفر، زي ما قلت لكم 4 أغسطس 140 دولار.
نايكي كورتيز بلاك اند وايت، هينزل في امريكا يوم 4 اغسطس بسعر 90 دولار. انا عجب، انا احب شوزات الكورتيز، صح انه يعجبني شوز الكورتيز الفورست جام ذاك اللون الكلاسيك، بس هذا باللون الاسود الابيض ترى ده اللون حلو في اللبس. صح والله لبسه برونو مارز هو والتيم اللي معاه السوبر بول لما غنى مع بيانسي، كلهم كانوا لابسين الكورتيز بدال لون. اذا عجبك ده اللون خلي بالك ترى الاصدار ده اصدار نسائي، يعني يفرق في المقاسات. 4 اغسطس 90 دولار. جوردن ولو البلاك تو 4 اغسطس 140 دولار. اتكلمت على جوردن ده قبل كده في الشهر اللي فات، صار عليه تاخير، هينزل دحين في 4 اغسطس. ما يحتاج اقول لكم الشوز ده قديش انصح بيه، مره جيد. جوردن لو بلاك تو، اللون ده جديد مع اكسترا ليس، القصه غير قصه الجوردن الكلاسيك القديمه، مره انصح فيه بقوه. 4 اغسطس 140 دولار. ييزي 450 السلايد الكريم، هينزل في امريكا يوم 4 اغسطس ب 80 دولار. انا ما اعرف ليش انا عاجبني، صح ان اللون غريب بالاورنج بس انا عاجبني وعاجبني الديزاين. السلايد هذا لبسته كيم كارداشيان قبل سنتين لما كانت مع كاني ويست، لبسته باللون الاورنج، هينزلوا ده اللون الاورنج. انا اشوفه برضو عادي تقدر تلبسه اذا انت ميل ولا فيميل، عادي تقدر تلبس السلايد هذا، مره عاجبني. ما اعرف كيف هيعجب الناس ولا لا. الايزي سلايد عليه جدل الى الان، في ناس كثير تقول لك مستحيل البس الايزي سلايد. هذا الايزي سلايد ال450 زي ما قلت لكم 4 اغسطس 80 دولار، ديزاين جديد كده غريب شكله كده ايليان. انا والله عاجبني، نفسي اشوف ردة فعل الناس هتلبسه ولا لا. هل لو ما لبسته الناس اديداس هتكمل تصدر السلايد هذا؟ انا زي ما قلت لكم انا بصراحة لو قدرت احصل على الشوز ده هحاول اشتري. جوردن 13 الولف جري، هينزل في امريكا يوم 5 اغسطس بسعر 200 دولار. انا ماني اصحاب كثير مع جوردن 13، الالوان جيدة اعترف، الالوان مرة جيدة وعجبتني، بس انا والديزاين حق جوردن 13 مرة لا. سعره 200 دولار، انا صراحة مو عاجبني، ما انصح فيه لانه انا مو عاجبني. اس بي دانك لو سكيت كلوب، هينزل في امريكا يوم 6 اغسطس بسعر 120 دولار. يا جماعة دانك لو بالالوان هذه الحلوة واس بي اكيد انصح بي، مرة جيد صراحة وعليها طلب واسعارها الان فوق 300 دولار، اتوقع انه توصل ل 400 دولار. شوز مرة جيد ودنك مرة جيد وانصح فيه. زوم فوميرو 5 تيم ريد اند بينك فوم، هينزل في امريكا يوم 8 اغسطس بسعر 160 دولار. انا بصراحة مرة لا، مو عاجبني اللون اصلا، الديزاين ده يعني انا مو عاجبني، عاجبني زي ما قلت لكم السيلفر، بس بينزلوه كثير لانه عليه طلب وفينتج والناس الديماند عليه مره عالي. انا مره لا. اذا عجبك الشوز ده وعجبتك الوانه خلي بالك ترى الشوز ده اصدار نسائي، يعني المقاسات تختلف. AAF 88 بيلي ايليش، هينزل منه لونين، هينزل منه اللون البلاك وهينزل منه اللون الفاير ريد، البلاك اند وايت والفاير ريد. هذا الشوز هينزل يوم 8 اغسطس بسعر 130 دولار، زي ما قلت لكم هينزل اللونين، اللون البلاك اند وايت وهينزل اللون الفاير ريد. هذا الشوز كولابوريشن مع بيلي ايليش، المغنيه دي بيلي ايليش، انا ماني شايف اي فرق بينه وبين اللي تكلمت عنه الشهر اللي فات، الفاير ريد الشهر اللي فات ما سوى ولا شيء، حطوا بس كده لوجو حق بيلي ايليش وحطوا من جوا بيلي ايليش وقال لك يلا يا عمي شيل 130 دولار هذا كولابوريشن مع بيلي ايليش. اكيد اني ما انصح به، صح انه عاجبني الفاير ريد بس عادي ممكن تاخذ القديم، يعني لو قديم عليه تخفيض تاخذه. ماني فاهم كيف ده كولابوريشن مع بيلي ايليش، مو عاجبني اللي بيسويه نايكي بالكولابوريشن مع بيلي ايليش. يلا جيب بيلي ايليش حط ستيكر ويلا بيع انه كولابوريشن، مره غلط، غير في الديزاين غير شيء. ترافيس كوت عكس السووش، زاين ويليامز سوى الفودو، اما انت تجيني كده بس تحط لي ستيكر وتقول لي يلا كولابوريشن، مره لا صراحه ما انصح فيه. دانك لو سكويا هتنزل يوم 9 اغسطس ب 120 دولار، صراحه الوانه عاديه مره، بس دانك لو ما عليها طلب يا جماعه، اذا عاجبك اللون ده ممكن تاخده بسعره عادي 120 دولار وممكن تاخده بالتخفيض، هينزل عليه تخفيض. انا بصراحه ما انصح فيه، مو عاجبني كدانك لو، بس يعني الناس اللي تحب الشوزات الدانك لو السيمبل اللي الوانها كده مين صارخه، زي ما قلت لكم 9 اغسطس 120 دولار. مسشيف بيج ريد بوت كروس هتنزل يوم 10 اغسطس في امريكا بسعر 300 دولار، زي ما قلت لكم او مو زي ما قلت لكم، الناس يمكن اغلبها شافت في النت. هذا كولابوريشن بين مسشيف الريد بوت البيج ريد بوت BRB مع كروكس، مخرج كده البوتس من قدام نفس اللون الأحمر بس نزل لون أصفر وخرجوه وسووا كولابوريشن وغيروا اللون، هينزل في أمريكا يوم 10 أغسطس بسعر 300 دولار، سعره غالي شوية. وزي ما قلت لكم هذه الشوزات زي ما تكلمت في سلسلة طويلة مقاطع لمسشف وحلقة سويت لحلقة مسشف، روحوا شوفوها يا جماعة بيجريت بوت، إنه هذه الأشياء بس للديسبلاي، يعني دحين الشوز ده
البي ار بي الان سعره نزل عليه تخفيض. اول ما نزل سعره $300 وكان ريسيل $500,000، الان تلاقيه في جوت يمكن ب $160 $200. هذا هينزل زي ما قلت لكم كولابوريشن بين مسشف البيج ريد بوتس وكروكس، هينزل يوم 10 اوغست بسعر $300. انا بالنسبه لي مره لا، نايكي هيراتشي هاي بلاك انفرسيتي بيربل هتنزل في امريكا يوم 10 اوغست بسعر $125. انا الهيراتشي اللو اللي عليها طلب والناس يعجبها ديزاين انا مو عاجب، فما بالك بهاي، ما بالك بهاي بالالوان هذه اسود وفيرسيتي بيربل واللخبطه دي كلها. انا بالنسبه لي مره لا، وانا اقول لكم اكيد هينزل على تخفيض، ومره ما انصح بالشوز ده. جوردن 2 لو فيرسيتي لويل هينزل في امريكا يوم 10 اوغست ب $150. الجوردن 2 مره لا، الجوردن 2 لو تعجبني، الفيرسيتي بلو هذا يعتبر لون جيد، مره لا زي ما قلت لكم. ارجعوا لكل الجوردن 2 لو اللي قلت لكم عليها قبل كده كلها عليها تخفيض الان، مره ما عليها طلب اصلا، بدا ينزل بالاسعار، فممكن تلاقيها ب $90 $80 اذا عجبك اللون. دانك لو تيم جرين هينزل في امريكا يوم 11 اوغست بسعر $110. هذا بالقماش الساتن، بالقماش كده غريب، مره لا مره ما انصح به، نزل قبله اليو ان ال في وما عليه طلب وعليه تخفيض الان. هذا صح انه لونه جيد، انصح به اللي بده يشتري الميشيغان ستيت وما قدر وما ما في يدفع $350 $300 في ميشيغان ستيت، ياخذ ده، هذا اكيد هينزل عليه تخفيض واكيد هيمسك سعره، يعني سعره هيكون نازل. سويت حلقه على ميشيغان ستيت، روحوا شوفوها يا جماعه، اتكلمت عن ميشيغان ستيت كثير، الالوان هذه مره جيده في اللبس يا جماعه، فاتوقع ده ممكن عليه يكون عليه طلب لانه قريب من ميشيغان ستيت، والناس اللي ما هي قادره تاخذ ميشيغان ستيت تاخذ ده. دانك لو فيفيد سيلفر هتنزل في امريكا يوم 11 اوغست بسعر $110، عاديه مش بطاله. ام بي 02 اوريو هتنزل في امريكا يوم 11 اوغست بسعر $140. هذا الشوز هو سيجنتشر شوز للاميلو بول، لاميلو بول هذا لاعب كره السله طالع دحين، اتكلمنا عن شوزاته بالهبل، اتكلمنا عن ريكي ان مورتي، اتكلمنا عن اللون البيربل، هذا هينزل اللون الاوريو باللون الاسود، صراحه انصح به للناس اللي تحب الباسكت بول، بس الشوز يجي قاسي شويه ما هو لايف ستايل، ما اتوقع هيكون عليه طلب، اتوقع ممكن ينزل على تخفيض وممكن يمسك سعره، يعتبر من الشوزات الجيد. دانك لو توتال اورنج هينزل في امريكا يوم 12 اوغست بسعر $120، فرصه جيده للناس اللي تحب شوزات السيركيوز باللون الاورنج وما قدرت تشتري شوزات السيركيوز واللي اسعارها الان فوق ال $250 $300، ياخذ الشوز ده، مره انصح به، الوانه جيده وترى مره حلوه في اللبس. جوردن 12 الفيلد بيربل هتنزل في امريكا يوم 12 اوغست بسعر $200، تعرفوني انا ما احب شوزات الجوردن 13 ولا احب شوزات الجوردن 12، هذا جوردن 12 باللون البيربل صراحة مو عاجبني، سعره $200، ما هدفع $200 في جوردن 12، ما هدفع $200 في جوردن 12 بالألوان دي، جوردن 12 الآما منير ما دفعت فيها ونازل عليها تخفيض آما منير بالكواليتي ده، فمرة ما أنصح بالشوز ده وبصراحة مرة ما يستاهل. جوردن 4 الريد سيمنت هينزل في أمريكا يوم 13 أوغست بسعر $200، هذا يعتبر شوز جيد، احتمال يتكنسل الشوز ده، احتمال ما ينزل في أوغست، احتمال ينزل في الشهر الجاي. طايحين في جوردن 4 هذه الكم شهر اللي راحت وهذه كم السنة اللي راحت، عليها طلب مرة عالي، هذا بصراحة يعتبر لون جيد ومرة أنصح فيه. دانك لو كاكي ميستيك ريد هينزل في أمريكا يوم 13 أوغست بسعر $110، جيد الألوان. دانك لو يا جماعة الألوان هذه مرة صعبة في اللبس، أنت شايفه كده جيد، لما هتيجي تلبس وتنسق مع الملابس هيكون مرة صعب عليك، أنصح به للناس اللي عندها دانكس وشوزات كثيرة ونفسها في الشوز ده، ما أنصح به للناس اللي ما عندها دانكس وما عندها شوزات كثيرة، هتحكمك مرة كثير في اللبس. جوردن 4 فروزن مومنتس هينزل في أمريكا يوم 27 أوغست بسعر $200، مرة جبار ومرة أنصح به ويمشي مع أشياء كثيرة في اللبس. إذا عجبك الجوردن 4 ده خلي بالك، ترى جوردن 4 ده إصدار نسائي. جوردن 1 يونيون بيوتي سبلاي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، إذا وصلت لده البارت من الحلقة معناته عجبتك الحلقة، أضغط لايك، فعل جرس التنبيهات عشان يجيك الفيديوهات الجديدة، أشترك في القناة وادعمني، سوي شير قد ما تقدر المقطع، سنابي إذا بتعرف عني برا اليوتيوب، إنستغرام القناة، التيك توك يا جماعة دائما مولع ودائما التفاعل هناك أكتر من اليوتيوب مع الأسف. سويت حلقة خاصة ليزي وشوزات ليزي في شهر أغسطس والشهور الجاية، روحوا شوفوا الحلقة دي. سويت حلقة برضو على ايب ستور اللي هنا في جدة فتح، روحوا شوفوا الحلقة الجديدة نزلتها قبل يومين، ايب ستور مرة حلقة جيدة، درت في المحل ولبست اغلب التيشيرتات، وفي النهاية شير، تيك كير.